تكلمنا عن مسألة وقوع النجاسة في المائعات غير الماء. لو وقعت نجاسة في زيت، سمن، شاي، عسل، خل، عصير، ماذا نقول في مسألة هذا الذي وقعت فيه النجاسة؟ هل ينجس؟ هل يبقى طاهراً؟ هل هي المسألة بحسب الأوصاف أو ماذا؟ هل تعتبر مسألة القلة والكثرة في الموضوع؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكم سائر المائعات يختلف عن حكم الماء. فالمسألة الآن، هل المائعات مثل العصير والسمن إلى آخره، هل تعامل معاملة الماء، أو أن الماء فيه خاصية معينة بحيث أنه يتحمل مثلاً ما لا تتحمله المائعات الأخرى؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعاً إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف. الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكم سائر المائعات يختلف عن حكم الماء، وأن المائعات تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها، سواء تغيرت أم لم تتغير، وسواء كان المائع قليلاً أم كثيراً. وحتى لو كانت النجاسة قليلة، وحتى لو كانت قطرة، يقولون إن المائعات غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تنجس، بغض النظر عن كمية هذا المائع وعن كمية النجاسة التي وقعت فيه، تغير أو لم يتغير. طيب، ما هو دليلكم؟ قالوا حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في صحته. لكن قال هؤلاء الجمهور في الحديث إنه لم يفرق فيه بين كثير المائع وقليله، أنه قال: إن كان جامداً فألقوه وما حوله، وإن كان مائعاً فلا تقربوه، ولم يفرق بين قليل المائع وكثيره. والسؤال كان عن السمن. طيب، لماذا فرقتم بينه وبين الماء؟ قالوا: من جهة الدليل هذا الدليل، من جهة المعنى المائعات يسهل تغطيتها والناس عليها أحرص، لأن أنفس أغلى، السمن مثلاً والزيت، فالحرص عليها أشد أصلاً ويسهل تغطيتها، بخلاف الماء موجود في الأحواض والبرك والأماكن المختلفة، يصعب تغطية كل مكان في ماء، فالماء أخف، المائعات الأخرى وضعها أشد. طيب، ما هو القول الآخر؟ من يعرف القول الآخر؟ أن المائعات حكمها حكم الماء. معنى ذلك أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد، لا كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء من سائر المائعات. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة، مع ملاحظة طبعا أن الأحناف يفرقون بين الماء القليل والكثير. والقول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حكم الماء حكم الماء بناء على مذهبه في أنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، قليل كثير لا ينجس إلا بالتغير. فهو عنده أن المائع مثل الماء لا ينجس إلا بالتغير. طيب، بماذا استدلوا يعني هؤلاء الذين قالوا إن حكم المائعات حكم الماء؟ استدلوا بحديث ابن عباس عن ميمونة أيضاً أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. طبعا هذا غير الرواية الأولى، الرواية الأولى فيها زيادة، نعم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. استدلوا بالقصة برواية البخاري وليس من رواية أبي داود والترمذي، وسيأتي الكلام عن صحتها. فقالوا دليلنا أن قصة الفأرة لما وقعت في السمن وسألوا قال ألقوها وما حولها وكلوه فقط، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأباح لهم الانتفاع بباقي السمن. معنى ذلك أن بقية السمن لم ينجس بوقوع الفأرة وموتها فيه، ولم يستفصل منهم عن حال السمن هل هو جامد أو مائع، مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون مائعا لشدة الحرارة في بلاد الحجاز، والغالب على سمنهم أن يكون قليلا أو كثيرا، قليلا قليلا. والقول بنجاسة المائع بمجرد وقوع النجاسة فيه في حرج شديد على الناس، لما تقول هذا كل هذا حوض الزيت أو خزان الزيت أو مثلا حوض هذا المكان الذي فيه الزيت وقعت فيه نجاسة، خلاص كله الله يخلف عليك، خلاص السمن هذا كله راح. قالوا في حرج شديد على الناس، وهل يعني لو وقعت قطرة دم في قناطير من زيت الزيتون في معصرة من معاصره مثلا سيحكم بنجاسة الجميع؟ عندك خزان كبير عصرناه وتعبنا عليه وجمعنا زيت الزيتون هذا، وحين وقعت فيه قطرة دم مثلا خلاص هذا كله سيذهب هدرا يهدر؟ هذا فيه مشقة واضحة. وكذلك قالوا يعني لو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع ثم وقعت فيه شعرة كلب، عند من يقول بنجاسة شعر الكلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شربه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا. وقال وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم، فإن في نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس.